السلام عليكم، معكم أخوكم أحمد البلوشي. في هذا الفيديو أحب أحتفل معاكم بوصول القناة لألف مشترك على اليوتيوب. فهذا الكلام ما حيصير لو مو دعمكم الدائم، ولا يعني مثلا مشاهدتكم الدائمة للفيديوهات، وإن شاء الله جاي أحسن. يعني من الفيديوهات اللي أنا يعني مفكر أسويها وحبدأ أسويها، حتى كمان سويت تصويت، إذا شفتوا في القناة سويت تصويت انه حسوي فيديوهات يعني اقيم توزيعات لينكس، وكمان حسوي سلسلة ثانية كمان لافضل البرامج المفتوحة المصدر المجانية على لينكس او حتى على ويندوز او حتى على ماك، ولكن هركز اكتر شيء على لينكس لانه في نظري هو يعني النظام اللي ما حد معطيه جوه او ما حد معطيه يعني مثلا اهتمام. فالقناة هذه يعني حتستمر، يعني حبدأ اركز زيادة على لينكس، وكمان يعني زي ما انتم عارفين انا بديت بفيديوهات اجزاء الكمبيوتر، فهذه الفيديوهات يعني حتستمر برضو، يعني في من فترة لفترة حننزل فيديوهات عن المعالجات، كروت الشاشة، حتى لابتوبات اذا يعني سنحت الفرصة، ولكن اغلب الاحيان حيكون ممكن يعني مضغوط بسبب الوقت، لانه انتم عارفين دحين انا حدخل على اخر سنة في الجامعة، فيعني حيكون شوية ضغط الوقت، بس انا مرة متحمس وانتوا اكيد متحمسين معايا، واشكركم شكر جدا يعني كبير على دعمكم للقناة. ومن باب ان نشارك هذه المناسبة الحلوة، حبيت انه يعني اقول لكم على اشخاص او يعني مثلا قنوات ثانية تغطي لينكس وممكن انتوا تعرفوها، منها يعني مثلا نوفرا تيك، مرة قناته حلوة، وكمان يعني هو الان في سلسلة يعني تعليم التيرمينال، يعني انا سويت فيديو واحد عن التيرمينال ولكن هو داخل في كل كوماند يعني مهم، يشرح لك هو في 4 دقائق او 3 دقائق بالتفصيل، فهو من القنوات جدا المفيدة في عالم لينكس. ومن القنوات الثانية اللي يعني تغطي لينكس كمان في قناة محمد بيصار، اتمنى انكم تتابعوها. ومن القنوات الثانية اللي يحب مثلا جرافيك ديزاين ولا يعني مثلا يحب التصميم، في قناة خوارزمي انا، هذه القناة كمان يعني يستخدم برامج على لينكس مفتوحة المصدر، وإذا أنت من الناس اللي حب قراية المقالات عن لينكس أو أي شيء زي كذا، عندك مجتمع أسس، يعني موقعهم جدا جميل، وحتى كمان ينزلوا مواضيع تغطي لينكس وتغطي كيف يعني مثلا تستخدم لينكس، وحتى كمان يعني المجتمع حقهم مرة حلو، يعني في عندهم فورم أو يعني زي المنتدى، إذا أنت يعني من طقتي القديمة تقدر تروح على موقعهم هناك وتقدر تشوف يعني أشياء كثير ممكن يعني تهمك، وممكن كمان حتى يعني تتشارك مع الناس في يعني مواضيع كثير. وبالخاص احب يعني اقول لكم انكم تتابعوا مثلا فارس، هو من الاشخاص اللي نزلوا مقالات على اسس، فاتمنى انكم تتابعوه. واذا انت مثلا تبغى تتابع ناس كمان بالانجليزي، عندي كمان يعني كريس تايتس تيك، يعني هذا من يغطي لينكس، يغطي ماك، يغطي كل انظمة التشغيل، هذا الشيء اللي عاجبني فيه، يعني ما يحد نفسه في يعني شيء معين او نظام معين. فإذا تحب تستفيد أشياء كثير في يعني بشكل عام في لينكس، في ويندوز، في كل شيء تقريبا، أتفرجوا وتابعوا. وإذا أنت مرة تحب يعني تدخل في لينكس بشكل جدا عميق، عندك ديسترو تو اللي أكيد يمكن أنت متابعه، هو يعني يدخل في يعني مواضيع جدا يعني عميقة، وكمان يعني أغلب فيديوهاته 30 دقيقة أو 20 دقيقة أو فوق 15 دقيقة. فإذا أنت تحب لينكس وتبي تتعلم أشياء جدا كثير، تابع ديسترو تو. وغيرها يكون يمكن قنوات جدا كثيرة ما ذكرت اسمها، فأتمنى أنكم تذكروا لي هي في الكومنتس عشان كلنا نستفيد من هذه القنوات ونتعلم لينكس بشكل أفضل. وطبعا هذه الروابط للقنوات والأشخاص هذه حتكون كلها في الديسكريبشن، وكمان قولوا لهم أنه أحمد سلم عليكم وانكم جيتوا من طرف. وعلى فكرة اصلا كنت مخطط اني انزل فيديو عن برامج ادارة الحزم او البرامج باكج مانجر، ولكن فكرت انه هذا الفيديو حيكون احسن لاني ابغى اشارك الفرحة دي معاكم، وهذاك الفيديو حنزله انا يوم الاثنين. وكمان من الاشياء اللي سويتها بمناسبة اني كملت يعني 1000 مشترك على اليوتيوب، دوبي جيت من الحلاق فاجيبه بيجي يعني مضبط لكم لهذا الفيديو بالذات، يعني يعني اشكركم على متابعتكم لي، وان شاء الله الجاي افضل. كان معكم أخوكم أحمد البلوشي، والسلام عليكم.